حاول ان تعرف الركان نجم الوكنها جارح الاحصاي. مع هذا التواصل نتواصل ايها الاخوة الافاضل متابعينا اينما كنتم، نحن مع شوطنا الحادي عشر ضمن هذه الاشواط المفتوحة المنطلقة، ونتواصل مع هذا الشوط الحادي عشر المخصص للحييل، ونتعرف على المركز الأول من تحتل الصدارة هذه المغيرة من تحتل المركز الأول أو المغيرة من تحتل المركز الأول تعود ملكيتها لهجن الشحانية وتضميرها مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وعلى المركز الثاني التقدم هنا من الظبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم، والتضمير مع فهد بن حصين النعيمي. ننتقل للمركز الثالث، ومن تتواجد على المركز الثالث هنا فراعة تحتل المركز الثالث لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني وعلي بن حمد بن جرحب المري من يتابعها في التضمير. أما المركز الرابع فالتقدم هنا من الريشة تحتل المركز الرابع تعود ملكيتها لهجن الشحانية وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من يقودها في التضمير. ننتقل ونتعرف على المركز الخامس، التقدم من الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وفيصل بن طالب بن محمد بن شفيع يقودها في التضمير. إذن هذا هو نداءنا مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل في هذا النداء، ونعود وإياكم إلى قيادة هذا الشوط المقدمة مع المقيرة من تحتل المركز الأول. هذه المقيرة تعود ملكيتها لهجن الشحانية وتضمير المقيرة مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثاني هنا تقدم وحضور مميز لهذا الشعار في هذا المساء وفي كل ميدان وزمان أيضا. هذه الظبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم والتضمير مع فهد بن حصين النعيمي. وصلت الريشة تصل على المركز الثالث، غيرت وتريد التغيير إلى المركز الثاني. هذه الريشة تعود ملكيتها لهجن الشحانية والتضمير مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. الدور والنقلة عند المركز الرابع، ومن تحتل المركز الرابع التقدم من الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، ولكن هذه الشاهينية المضمر هو فيصل بن طالب بن شفيع. المركز الخامس وصول أيضا من الهدة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، ولكن مضمرها هو عبيد بن حمد بالحيمر عمدة المضمرين من يتواجد معها في هذا الأداء وفي هذا العرض الجميل. يا سلام، خمسة مراكز أدعناها وخلصنا على نداها في هذه اللحظات، وبنعود وإياكم بنعود إلى مقدمة هذا الشوط. الصدارة مع المغيرة من تحتل المركز الأول وتحقق المركز الأول بعرضها الجميل والملفت للغاية. هذه المغيرة لهجن الشحانية من ضمن هجن الشحانية العملاقة. هنا تمتلك المغيرة من تحتل الصدارة والقيادة هنا لهجن الشحانية وتضميرها مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. أما المركز الثاني ومن تحتل المركز الثاني هنا الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم والتضمير مع مضمر الغرن فيصل بن طالب بن شفيع. الدور والنقلة عند المركز الثالث. الثالثة هنا تصل الريشة تحمل شعار أيضا هجن الشحانية يقودها في التضمير العملاق سلطان الوهيبي. وعلى المركز الرابع تقدم هنا من الهدة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وعبيد بن حمد بن لحيبر المري في التضمير عمدة المضمرين من يقودها في التضمير وفي المسايرة وفي المتابعة. حضور له هذا الشاب المميز، هذا الشاب أبو حمد حاضر
بقوة في كل ميدان وزمان. ننطلق ونتعرف على المركز الخامس. من تقدمت هنا؟ هوايل. هذه هوايل تقدم لنا هذا العطاء بالمركز الخامس. تعود ملكية هوايل لهجن الشحانية والتضمير مع سالم بن جابر بن فاران المري الذهبي. من يقودها في التضمير؟ من يقودها في المتابعة هنا على مستوى المركز الخامس؟ وأيضا حصل دخول واضح من وضوح. هذه وضوح تدخلت على مستوى المركز الخامس. وضوح لهجن الشحانية وتضميرها أيضا مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هذه نتيجتنا أيها الإخوة المتابعون في كل مكان للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة. هو بنعود مع هذه الأسماء، بنعود مع القيادة والريادة هناك مع المقيرة من تحتل المركز الأول. هذه المقيرة هنا على صدارة هذا الشوط. المقيرة من تسيطر على المركز الأول وتقود هذه الجموع. هنا قيادة مميزة من البداية وحتى هذه اللحظات. والمقيرة تفتتح لائحة 1500 متر الأخيرة، كيلو ونصف الكيلو على خط النهاية. والمقيرة مع المركز الأول لهجن الشحانية وتضميرها مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وهنا دخول تسلل أيضا من الشاهينية، تريد التسلل ولكن هنا الشاهينية نعم تحتل المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. فيصل بن طالب بن شفيع من يقوم بعملية تضميرها. الدور هنا على المركز الثالث مع الهدة اللي هدت على المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع عمدة المضمرين عبيد بن حمد بن لحيمر هنا في التضمير وفي المتابعة وفي المسايرة. نتابع وإياكم المركز الرابع وصول وتقدم أيضا في هذه اللحظات من قبل وضوح لهجن الشحانية المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وأيضا قدوم على المركز الخامس وتقدم من السيل وصلت السيل لهجن الشحانية وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. من يتابعها في التضمير؟ ولكن بنعود وإياكم إلى المقدمة، إلى المقيرة مع المركز الأول. ولكن الشاهينية أراها تغتنس الفرصة هنا مع مضمر القرن ومع شعار ملكها سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. الله يا سلام، الشاهينية تقترب من الفوز والناموس. ولكن المقيرة خارت على الناموس. الشاهينية والمقيرة غارت على الناموس. هذه المقيرة مع الناموس. ولكن عادت الشاهينية مرة أخرى، تعود الشاهينية. يا سلام المقيرة تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز المقيرة بالمركز الأول. المركز الثاني وصلت الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. المركز الثالث تصل فيه صواب لهجن الشحانية. المركز الرابع وصلت فيه الهدى لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. المركز الخامس تصل فيه ليالي لهجن الشحانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز وتحقيق المقيرة إلى المركز الأول في هذا الشوط. غارت على المركز الأول وتصدرت هذه الجموع واحتلت الصدارة وقطعت المسافة. تسع دقائق 45 ثانية، 23 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية. التهنية موصولة لمضمر، التهنية موصولة مشاهدين الكرام لمضمر المقيرة السلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. إذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، المركز الثاني وصلت فيه الشاهينية، قطعت المسافة في زمن وغدر 9 دقائق 45 ثانية،
53 جزء من الثانية لو ناموس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، الثانية موصولة لمضمر الغرن فيصل بن طالب بن شفيع. أما المركز الثالث وصلت على مستوى المركز الثالث صواب 9 دقائق 53 ثانية 54 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين، تهانينا والناموس لكل الإخوة الفائزين.